لازم نعرف الحجج اللي بتخلي أولادنا مش بيصلوا. احنا سمعنا كتير جدا، عملنا ورش اللي انا بقولها لكم النهارده دي مع مراحل عمريه مختلفه، هقولها لكم النهارده. يجي مثلا واحد بيقول لك ايه، انا بعترض ليه، اصل هي يقول لك يعني ايه، انا بصلي بس ممكن اعمل في الصلاه يعني، او بسوف، يجي يسوف مثلا في الصلاه مثلا، او مش دلوقتي، او اصلي واصل انا بصلي مش حاسس يعني، وانا مش حاسس بالخشوع يعني. طب عشان كده دي من ضمن الحجج يعني، طالما يقول لك والله ولا تترك الذكر ابدا لعدم حضور القلب، يعني حتى لو مش حاسس، حتى مش حاسس صلي صلي وان شاء الله ربنا هيمن عليك بالصلاه، لان تركك له للامر ده اشد من عدم ذكرك ومن عدم صلاتك ومن عدم خشوعك في الصلاه، يبقى صلي. طب انا بيصلي وبيعمل كبائر، مش يبقى مش هصلي؟ لا والله ستنهى، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هتنهى الصلاه عن الفحشاء. طب ممكن يكون انا مش بصلي عشان شفته ولا بيصلي، طب هو فلان اهو، فلان اهو بيصلي اهو، شوف عامل ازاي وكذا وكذا، واخلاقه سيئه وكذا وكذا، وشفنا وشفنا، محدش يفتحني النهارده عشان اللي هيفتحني هتكلم، بصوا وشفنا اللي يبقى ما شاء الله والزبيبه وكذا وكذا، ولكن القلوب استغفر الله، مالناش دعوه، ده فتنة هو في دينه وحاسب، لكن انت صلي مالكش دعوه، انت تسال عن نفسك انت. مش معنى ان في حد بيصلي وهو مش كويس سلوكا او قولا او كده ان انت تترك الصلاه، لا. كمان واحد من ضمن الحجج اللي سمعناه يقول لك ايه، واحد ايه يسيب الصلاه بحجه ايه، بصوا اصل انا دعيت في وقت القرب وقت كده وصليت وهمي زي ما هو ما اتفرجش ولا حصل اي حاجه، خلاص يبقى هو مش سامعني ومش عايزني. ليه وانت اللي بتشرط على الله؟ امتى وانت اللي بتشرط على الله؟ لا، الصح الاستمراريه مع معرفة بقى جوامع الدعاء، ان ربنا في اللهم فك كربي يا رب الصلاة على سبيل الله، الله ربي ولا اشرك به شيئا، ادعي دعاء الكرب، فاللي عنده كرب يدعي 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 كتير، لكن ما تسيبش الصلاة. طب يقول ما انا كويس والله، يبقى اخلاقي زي الفل كويس، انا هحتاج الصلاة مش محتاج الصلاة، شوف الشيطان يوسوس له ايه، انت يقول او يجي يقول لك ايه، انت بتصلي بس انت مش مقبول عند ربنا لحاجتك، انت عارف اللي بيني وبينك وعارف بلاويك السوداء اللي بتعملها والمعاصي الخفيه، يقول لك اصل ربنا ما بيحبكش علشان كده انت ما وفقكش للصلاه، هو لو كان بيحبني الله سمعنا كده من بعض البنات، هو كان بيحبني كان خلينا اصلي، ويجي الشباب يعاند في حاجه زي كده بس صغيرين يعني. كمان شبهة موضوع تسويف الصلاة ذات نفسية، أصلا التسويف جند، احفظه مني، التسويف جند من جنود إبليس، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله، والصلاة كتعلموني كتابا موقوتا، وقت محدد، هو لازم تقوم تصلي دلوقتي. أنت عارف إيه هي خسائرك؟ والله خسائر، والله مصايب لو أنت ما صليتش. خسرت ركن من أركان الصلاة، أركان الإسلام الخمسة، حرمت نفسك من حاجة أصلا بتمحو الذنوب كلها، فاكرين الحديث قلنا امبارح تحترقون تحترقون إذا جاءت الصبح غسلتها ثم تعالوا إذا جاءت الظهر غسلتها والعصر وهكذا، الصلاة غسلت خلاص تبيت ما عليكش حاجة. عارف إيه كمان؟ الصلاة ذات نفسها بتبقى حسنات، والحسنات حتى لو عملت سيئة فالحسنات يذهبن السيئات، عمال حتى لو عملت عمال تشلك في السيئات وتكنس لك فيها. بعدك وبعد قلبك، ودي المصيبة والله، بعد القلب عن الله كارثة من الكوارث، انك تبقى بعيد عن ربنا. صلاة يعني صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، صلاة يعني لو تعبان، وعارزة اقول لك حتى الرخص ملهاش رخص، تعبان صلي وانت قاعد، يلا مش قادر طب صلي وانت نايم، مش قادر صلي بعينك يا عم، صلي بعينك برموشك، صلي مسافر صلي واغسر خلاص، ملهاش هتصلي يعني. شوفي يبقى بتحارب، والله يلا صلاة الخوف اتنين، يجي الإمام هو اللي يصلي أربعة واتنين يصلوا مع الاتنين، وبعدين يروحوا يعملوا بيسلم ويقومهم ويجوا الاتنين التانيين في الحرب، في الحرب ملهاش، هتخسر في الآخرة كتير. ليه؟ أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة.